بس كلام. حسب ما جاء في تقرير نشره موقع FBRI الروسي، تحدث فيه عن أغرب هوايات مشاهير العالم اللي تروحت بين الطرفة والغرابة. نبدوها مع أولها وهي مع الممثل الأمريكي جوني ديب. جوني ديب الممثل الأمريكي المعروف في عنده هواية غريبة عجيبة بالنسبة للمرأة ممكن تكون عادية جدا، وكذلك للأطفال تحديدا وخاصة البنات منهم، بس بالنسبة للرجال فممكن تكون شوية غريبة. إنه هو يحب وعاشق إنه هو يجمع الباربيات، فحاجة غريبة جدا إنه هو مهووس بحاجة اسمها دمى الباربي، وفي عنده مجموعة كبيرة تضم عشرات من النسخ النادرة لدمى الباربي. ننتقل مباشرة للنجم العالمي ليوناردو دي كابريو اللي ما تبعدش عليه جوني ديب، واجد عليه هواية زميلة. فكان ليوناردو دي كابريو ولا زال متولع وعاشق لألعاب الأطفال النادرة، فمن سنة 2001 باع ليوناردو دي كابريو جزء من مجموعة الألعاب اللي امتلكها، فيما زاد علني وحقق أرباح فقط $100,000 تبرع بها لمؤسسة خيرية. بس هي فكرة مش لازم تكون ان هي غريبة بالنسبة للتجميع الدمى والحاجات هذه، بس هي ممكن الغريب في الموضوع بالنسبة لباربي وانه هو رجل، فهذه ممكن تبي شوية مباحثات وشوية هيك FBI في الموضوع. من المشاهير والفنانين الممثلين انتقلوا للاعب السلة شاكيل أونيل، مهووس بجمع اي شيء يحتوي اشارة سوبرمان. حاجة فيها إشارة سوبرمان فيحب يجمعها، زين أنا مثلا نحب حاجات لها علاقة بميكي ماوس وأي حاجة لها علاقة بديزني، بس هذا مركز على سوبرمان أكتر شيء اللي وصل بيه لدرجة إنه هو حتى لحاف السرير بتاع الضخم زينة إشارة سوبرمان. عادي أنا عندي الحاف كبير زينة إشارة، مش إشارة بس إنه ميكي ماوسات، فعادي جدا الموضوع، حسيته طبيعي لأنه مليش علاقة بصغار وكبار. وصلنا بكم للخبر اللي قبل الأخير مباشرة، اللي هم المغنية الشهيرة جانيت جاكسون واللي تتمثل هوايتها في جمع تماثيل الخنازير. تصريحاتها الإعلامية قالت إنها تحب جمع تماثيل الخنازير وما عندهاش أدنى فكرة عن سيار هالهواية. أما بنهاية فقرة مشاهير نيوز لليوم أو نيوز ستار نيوز لليوم ستار نيوز لليوم، فهتكون مع الممثلة الشهيرة ريس ويذرسبون اللي عندها هواية فقط كل التوقعات، وهي أن هي تحب الملابس اللي عليها تطريزات قديمة وخاصة نادرة منها هوس شديد جدا جدا جدا. كانت هذه فقرة ستار نيوز لهاليوم ولهالأسبوع تحديدا، نتمنى أن هي تكون نالت إعجابكم يا رب العالمين. من بعد وعد الثاني مش بس كلام.